ورجعنا لكم بلعبة جيراني لكل عشاقنا اللي بيحبوها. وطبعا هنبتدي المغامرة بتاعتنا، ودي بالمناسبة جيراني الجزء التاني، بس المرة دي جربنا نلعب بالتحديث الجديد بتاعها ونهرب بالهليكوبتر. لكن في البداية قبل ما هنبدأ المغامرة هقول لكم استعدوا اصحابي واعملوا لي لايك وشير للفيديو. ولو انت اول مرة تشرفنا على القناة وحابب انك تنضم لقناة ميجا، كل اللي عليك انك هتعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل الجرس وتكتب لي في التعليقات صديق جديد في قناة ميجا، وانا هرد عليك وهرحب بيك. يلا بينا نبتدي المغامرة بتاعتنا وهنشوف ازاي هنهرب بالطيارة. ايه ده؟ ده بيانو. الله ميجا، ده ايه ده؟ هاي مفيش حاجة في الادراج دي ولا ميجا؟ ماشي، الطيارة فوق بتنادينا، مبحبش بقى الأصوات المرعبة دي. ده ايه الميكروويف ده؟ في مسدس جوه. ماشي اهي، خدي طلقة، انا كهربتها. ناخد منها المفتاح، تعال ده جوزها كمان. الله 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 الله، هات المفتاح بتاعك، دي العيلة كلها جوه. نفتح بيه ايه ده؟ هينفعنا هينفعنا، عايزين نجيب السلاح بس مش دلوقتي. حلو او هات، كل ده هينفعنا. زي الفل. انا مش عارف انا محبوس ليه. طبعا بفكر المرة الجاية اجمع لكم اجزاء جيراني كلهم في فيديو واحد، ونتفرج على المتعة بقى من اول الجزء الاول للجزء الرابع او الخامس على حسب اللي ما اللي نزلوا. افتح الصندوق ده، حلو ده. ماشي، كل دي ادوات هنستخدمها. حلو، في مفتاح اهو. ايه في هذا المفتاح؟ ماشي، نجمع العدة زي الفل. حلو خالص، هدي كده وده كده. يلا يا ميجا زي الفل خالص. ويا ترى بقى هما صحوا من الغيبوبة دي ولا لسه نايمين؟ نعرف دلوقتي. تمام زي الفل، عمرت الشجان عشان صوت الجرس ده باين لي ان هم جايين. هم فين؟ هم فين اللي عاملين نفسهم خفاش؟ اهي تعالي. اوعى تقولي ان انت جايبه جوزك اهو. الله. طبعا يا شباب اللي عايز يعرف قصة جيراني حقيقية ولا لا، هتلاقوا الفيديو عندي في القناة، سايب لكم الفيديو جوه. يا عم ده بضربه خلاص ولا ايه؟ حلو، هتنفعني برضه. زي الفل خالص.
احنا جمعنا شوية أدوات زي العسل. يلا يلا. إيه ده، الكهرباء مش واصلة ولا إيه؟ دوس يا باشا نور. الله، دي كاميرات المراقبة، ده زي الفل خالص. هات ديت. أوضة التحكم بقى بتاعتنا خليها تحت. يلا 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 بسرعة، ناخد الجهاز ده نوديه فين بقى دلوقتي؟ نرميه برضه، احنا هنا الأوضة اللي مجمعين فيها كل حاجة. ماشي، نشوف، ننزل تحت كده نشوف الحاجات اللي ناقصة. اللعبة دي بدأت تدوخني من كتر المتاهات اللي فيها، بدأت أدوخ وأتعب والله. زي الفل، بسرعة 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 بسرعة. ماشي، خدنا بكرة. يلا بسرعة يا ميج قبل ما حد يجي. ماشي، نطلع فوق خالص. يا نهار ابيض، ما خدتش بالي والله. انزل اجري بسرعه ميجا، اجري بسرعه. ما خدتش بالي والله، اتفاجئت لما لقيتها في وشي. عايزين طلق، بس فيها طلق اهي. تعالي تعالي، انت فين؟ انا اللي نازل لك اهو. هي راحت فين؟ راحت فين اللي عامله لي فيها خفاش وبتطير؟ هي فين؟ اختفت يعني خلاص؟ لا اله الا الله. يلا يا ميجا، محتاجين الطيارة. تعالي خدي الطلقة دي في سيبك. موتي موتي، يخرب بيتك مش بتموتي، بتموت شوية وتقوم صاحية تاني. ماشي، فين جوزها؟ ما اكيد جوزها مش هيسيبها، جوزها جاي معاها. ماشي يلا، هو فين اهو؟ تعال. قضيت عليك، الله يخرب بيتكم. استنوا بقى شويه لحد ما جهز كده، يعني اديت الهروب، عايز اهرب من هنا بأي طريقة. يطلع لفوق كده للطيارة، محتاجين نطلع فوق السطح. زي الفل، العدة بتاعتنا بقى نجهزها. ارميها هنا، انزل اجيب بقية الحاجات. الله، ده انا كنت على دماغي. ماشي، سوري الجوز جراني. ايه ده، دي وقعت تحت ولا ايه؟ الله يخرب بيتك، سوره فقر. ماشي تعالي بقى، تعالي بقى يخرب بيتك. يلا اطلع السلم، ارميها معاهم. يلا انزل تاني شوف فاضل لي ايه. هدي كده زي الفل، حطوهم هنا. ده كده يبقى فاضل 3 حاجات، ده بقيت الصورة تقريبا. ده انا لو بلعب بازل مش هجمع في الصور دي. ماشي يلا يا ميجا،
قد كده تعالى. دي حتة لحمة دي ولا انا مش فاهم والله. العب رصاص ده ماشي. موقف اخر قطعة. زي الفل. افتح بقى باب السطح. ماشي تعالى. ده المسدس الكهربائي بتاعنا لو حبينا نكهرب حد. اكيد هنحتاجه اكيد. حطه هنا ميجا. ماشي تقريبا دي بقت الصورة. بس نروح نجيب الجزئين التانيين بتوعها. زي الفل. ركب الصورة هنا. مش فاضل لها جزء. الجزء اللي فاضل من صورة جيراني. جزء جيراني اكملتها. يلا بسرعة محتاج كهرب. وصل له كهرباء. عايزين نسيبه. أول واحدة زي الفل. هات التانية. نشيل ميجا جدع. تاني واحدة. يلا فاضل التالتة. زي الفل. انا مش محتاج حاجة تاني كده. حان وقت الهروب. حان وقت الهروب يا ميجا. قد يا رب من بيت جيراني بالطيارة يا ميجا. زي الفل. انا مش مصدق نفسي. طيارة اهي. تعالى بس لما افتح لكم كده. تعال نجيب بس الحاجات الناقصة عشان ايه نهرب بيها. انا مش مصدق نفسي يا ميجا. انا ايه العمود دي؟ ده الطيارة. ما انا بجمع حاجات الهليكوبتر. زي الفل. فاضل اخر حاجة. يلا يلا ركبها هنا. بطارية. ده جاز. انا بفولها دلوقتي. بفول الطيارة عشان اهرب بيها. زي الفل قوي. مليت على اخرها كده. مش عايزين نتجاز في حاجة. ارمي لهم الجاز تحت. تقريبا دي الحاجة اللي هندور بيها. يركب ودور واهرب. الآن الإقلاع بالطيارة. طيارة الهليكوبتر بتاعتي. يلا بسرعة بسرعة. يلا بسرعة. ده شكلهم هيطلعوا علينا. شوفوا السوب بتاعي. هربت. هربت بالطيارة. بصوا كراني وجوزها. ميجا يعرف يهرب منكم. أشوفكم بعدين. ما تنساش تدوسوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وكمان تدوسوا لايك وشير عشان الفيديوهات توصل لكل أصحابكم.